اهلا وسهلا بيكم مواليد برج الجوزاء، صباحكم سعاده او مساكم سعاده وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا لكثافه التعليقات واللايكات الشهر اللي فات، يعني الحمد لله، يعني فرحت قوي بان انتم بقيتوا في الاوائل وان انتم كده بتلحقوا الشهر من اوله. شكرا لكم يا برج الجوزاء وشكرا لتقديركم ليا. ان شاء الله دايما تكون قراءاتي دايما عند حسن ظنكم، ويلا بينا نبدا بقى شهر ديسمبر. ان شاء الله يكون شهر سعيد وتفاؤل وايجابيه ونشاط باذن الله. طيب، اول حاجه بالنسبه لشهر ديسمبر هتبقى الشمس بقى في برج ناري وهو برج القوس، ده صديق ليك يا برج الجوزاء. فانت بقى هتبقى بادئ الشهر ده طاقتك افضل بكتير من الشهر اللي فات. كل ما السنه عفوا 2023 بتاخر وتبدا السنه الجديده، لان اصلا 2024 دي السنه بتاعتكم، لان المشتري كوكب الحظ والدعم والفلسفة والحظوظ في كافة الأصعدة هتدخل برجك. فإن شاء الله أواخر السنة دي ب 2024 ب 25 ابشروا بإن هي السنة بتاعتكم، واستغلوها في حاجات كتير: فرص ارتباط، فرص استقرار، فرص عمل جديدة، فرص سفر. في عندكم ما شاء الله السنتين اللي جايين دول ضربة حظ ليكوا حلوة جدا. ده كده يعني بشكل مخفف قبل ما السنة تبدأ، إن شاء الله هنوضح بقى التفاصيل دي أكتر. تمام، فانتوا الشهر ده متفائلين، كلكم طاقة إيجابية ونشاط، متفائلين حماسيين في العمل، مضغوطين أيوة شوية في العمل، وضعكم المادي أي نعم مضغوط شوية بس أفضل من بدايات العام 2023. تمام، فانتوا دلوقتي في مرحلة كويسة جدا، الشمس في برج القوس، الزهرة كوكب الجمال والمال والحظ في كوكب المال والجمال عفوا في برج الميزان. ده هيساعدكم ان انتم تهتموا بشكلكم، بأناقتكم، بمظهركم الخارجي، بالاهتمام بالذات. ولكن السلبي شوية في الشهر ده بقى، اكيد فيه سلبي وايجابي. السلبي شوية ان عطارد بيتراجع في الجدي ثم يدخل برج القوس بعد كده، هنشوف ده تأثيره عليكم ايه، لان انتم طبعا بتتأثروا بكوكب عطارد هو الحاكم للبرج بتاعكم. فده بقى هيخليكم ايه، تترددوا شوية في بعض القرارات، يعني أخر بعض الأمور يعني، بس هتبقى فترة يعني مؤقتة كده، وبعدين عطارد يوقف تراجع قبل دخول العام الجديد، وبكده يرجع لكم تاني الحماس والشغف والنشاط للعام الجديد. طيب، هنركز الفترة دي على تأثير شمس القوس عليكم ايه، ومريخ القوس ايضا اللي هيديكم شغف وحماس اكتر للعمل، هيخليكم مركزين على الجسد، على شكلكم الخارجي، على مظهركم الخارجي. كمان هنا هنشوف تأثير دخول زهرة الميزان إلى العقرب بقى في نص الشهر، ده تأثيره عليكم إيه في العلاقات. هتبقى أنت أصلا الشهر ده كده مركز على كذا جانب. المهم قبل ما نبدأ، القراية دي تناسب شمس الجوزاء اللي هم الجوزاء الأصليين اللي هم من 1 يونيو ل 21/6، هم دول كده جوزاء أصلي. تمام، قبل كده بقى في جوزاء ثور، بعد كده في ما بين الجوزاء والسرطان، ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، مش هنرجع ايه نقوله تاني، اكيد انتوا اللي متابعيني فاهمين. تمام، لكن احنا بنتكلم على الجوزاء اللي هم هوائيين، طبيعتهم هوائية، متأثرين بعطارد اكتر، اللي هم الجوزاء الاصليين. تمام، طيب، فهذه القراءة تناسب شمس الجوزاء واللي البرج الباطني عندهم بالجوزاء اللي هو باسم الام. للي ما بيعرفش تاريخ ميلاد ليه ومجرد كاتب اسم كده اجراءات رسميه للحكومه بس عشان يبقى فيه تاريخ ميلاد، يبقى انت تلجأ للبرج الباطني، بناخد اسمك واسم الام وبنقدر نطلع لك البرج الباطني ايه، لان مهم تعرف برجك الفلكي عشان ترتب عليه حاجات كتير في حياتك. كمان البرج الطالع هنا اللي بيعرف بقى الخارطه الميلاديه وعارف ساعه ميلاده وفاهم الدنيا صح، القرايه هنا تناسب الطالع، وطبعا اللي هم المزدوجين اللي هم جوزاء ثور او جوزاء سرطان يسمعوا للبرج الطالع بتاعهم ايه، يعني لو انت ما بين الجوزاء والثور تمام والطالع بتاعك الاسد، يبقى تستمع لقراءه برج الاسد افضل، لان الطالع بيبقى يعني ساعه دقيقه واحده، فبتحدد برج ايه بالظبط واحد ثابت. تمام، بدل ما تشتت نفسك. لكن العاطفه هنا بقى، الجزء العاطفي هنا يناسب اللي عندهم الزهرة في الخارطة الفلكية في برج الجوزاء أو القمر. اشمعنى الزهرة؟ لأن هي المسؤولة عن طريقتك في الحب وتعبيراتك عن العاطفة. القمر بيحدد لنا برضو احتياجاتك العاطفية بتلاقيها فين، فيهم ان انت تعرف طبعا طبيعتك العاطفية وامورك العاطفية رايحة لفين من الزهرة. يعني لو انت برج جوزاء اصلي والزهرة عندك في برج السرطان، يبقى نستمع للقراءة العاطفية في برج السرطان. تمام، طيب،
بنركز على الزهرة أكتر من القمر كمان، يعني في العاطفة الزهرة هي المسؤولة أكتر عن العاطفة من أي برج تاني. لو أنت بقى ما تعرفش الزهرة ولا خارطتك الفلكية، يبقى اسمع البرج الباطني برضو في العاطفة، تمام؟ طيب هنشوف بقى، هنا هنركز على البيت. انت هتركز الشهر ده على بيتك الرابع، يعني في هنا البعض منكم بيفكر يشتري عربية، تشتري شقة، ممكن البعض منكم هنا عاوز يفتح شركة جديدة، عاوز يدخل شراكات جديدة مع حد. هتركز الشهر ده برضو على علاقاتك العاطفية، يعني هتركز هنا على باب الحب والعلاقات، الارتباط، الزواج، الخطوبة. عندك هنا الشهر ده كده هيبقى حاسم ليك في مجال العلاقات، وبرضو هيتبقى مركز الفترة دي على الأصدقاء. في هنا دعم كبير من أصدقائك ليك، سواء كان دعم مادي أو دعم معنوي، وهنوضح أكتر في الاتصالات. وهيبقى تركيزك هنا على البيت العاشر اللي هو بيت العمل، هتبقى مركز هنا على شؤونك العملية ووضعك العملي، وهتكون مضغوط عمليا كتير، بس مش زي الشهور اللي فاتت. هتبقى بقى يعني لاقي وقت لنفسك وللحب والارتباط كده، هتفضي نفسك للعلاقات. كمان عندك تركيزك هيبقى هنا يتمحور حول ان انا مش هتقوقع حوالين ذاتي، ولا هجلد ذاتي، ولا هقعد افكر بقى في افكار سلبية واتقوقع حوالين نفسي واقفل على نفسي وانطوي كده. لا، هتخرج بقى من الطاقة دي، هتبقى اجتماعي، علاقاتك بالمحيط كتير، منطلق، شغوف، بتسافر. كمان هتبقى مركز الشهر ده على بيتك التاسع. ممكن هنا هنشوف تأثير ده على طلاب الجامعات، واللي هم اللي باحثين عن دكتوراه وماجستير وبيفكروا ان هم ياخدوا كورس تعليمي، نشوف ده تأثيره عليكم ايه برضو خلال هذا الشهر. هنشوف برضو في فترة حلوة ليكم هنا، القمر هيبقى في برج الجوزاء، ده هيبقى داعم ليكوا كتير في بيتكم الرابع اللي هو بيت الممتلكات، والبيت العاشر اللي هو بيت العمل، تمام؟ الكلام ده هيبقى بقى نشوفه بالتفصيل، هيبقى على 25 ديسمبر. يلا بينا ندخل في القراءة عشان ما نضيعش وقتنا. طيب دلوقتي عندنا بقى من 1 ديسمبر صباحا ليوم 5 ديسمبر صباحا، نشوف الفترة دي إيجابية وسلبية بقى معاكم في إيه. طيب الفترة دي هتبقى مناسبة معاك، نشوف هنا اتصالات عطارد. طيب عطارد هنا هيبقى بادئ معانا الشهر في برج القوس، هنشوف ده تأثيره عليك ايه. تأثيره حلو للسفر، للتقديم على دكتوراه، لماجستير، لطلاب الجامعات هنا والدكتوراه والماجستير. لو عندك رسالة بتناقشها، او عندك هنا حاجة بتاخد كورس تعليمي، او الشغل مثلا مخليك تاخد دورة تدريبية معينة، فان شاء الله بتجتازها وبتنجح فيها وبتعدي فيها بنجاح. طلاب الجامعات لو عندكم امتحانات الفترة دي، فان شاء الله بتتفوقوا وبتنجحوا فيها كتير، او بتجيبوا تقدير يعني فوق ما انتم متوقعين، لان ما شاء الله عطارد القوس هيخليك مفكر، مبتكر، مبدع، حابب انك تتعلم، حابب انك تثقف من نفسك، وهتبقى طاقتك اصلا بداية الشهر كده حب تعليم، حب ثقافة. البعض منكم هنا بيسعى انه يقدم لسه في دكتوراه وماجستير، وهتبقى خطوة وفترة كويسة جدا بالنسبة لك، سواء كانت في بلدك او دورة او ماجستير خارجي، وينتهي بتوظيفك، او ينتهي مثلا بانه يضيف اضافة، شهادة اضافية لشهاداتك. كمان فترة كويسة للسفر سواء كان داخلي أم خارجي. كمان الفترة دي هنا مناسبة معاك في وضعك مع الأصدقاء، لو في هنا صديق ليك ممكن يساعدك ماديا، ممكن أنت وصديق ليك هنا تتبادلوا عملات مع بعض، أو في هنا نوع من التعامل المادي بينك وبين صديقك، أو تجارة أجنبية بينك وبين صديق ليك مسافر مثلا، فاتحين مشروع مع بعض، استيراد، تصدير من الخارج. فالفترة دي الأفكار دي والنشاطات دي هتبقى ناجحة معاك بشكل كبير، عندك شحنة من الخارج وبتستورد أو بتصدر أيا كان مجال الاستيراد والتصدير ايه، هتبقى الشحنات سهلة وفي سهولة حركة. لو الجمارك بتعمل مشاكل على انك بتستورد من الخارج او كده، فالامور هتبقى سهله ومتيسره معاك، ما فيهاش اي مشكله. كمان اللي بيشتغلوا في مجال التسويق الاونلاين، في عندكم الفتره دي ارباح ومبيعات ووفره ماديه هتدخل لكم الشهر ده من مبيعاتكم او الحاجه اللي انتوا بتسوقوا ليها. كمان فتره حلوه هنا للشراء، يعني فتره كويسه هنا للشراء، ولكن مش فتره كويسه هنا للبيع، يعني بلاش تبيع حاجه غاليه عندك، يعني تبيع شقه، تبيع عربيتك، يعني ما تبيعش حاجة عندك ثمينة أو غالية عليك، أجل البيع لحاجة أنت بتمتلكها في الفترة دي. فترة كويسة هنا لأن ممكن تحصل على
دعم مالي من اخ وصديق بان انتوا تعملوا شغل مع بعض، او ممكن هنا لو بتدور على حد يدعمك ماديا هتلاقي في علاقاتك بالمحيط ناس بتفيدك في الجانب ده وناس من جانب الاصدقاء. تمام. طيب نشوف بعد كده بقى تأثير شمس القوس عليك. تأثير شمس القوس بتديلك طاقة إيجابية، بتديلك حماس، بتديلك نشاط أكتر في مجالك العملي وظهور أكتر في مجال العمل أو تميز، أو إن أنت تبقى متفوق على بقية زملائك بالعمل بنشاطاتك وبإنجازاتك العملية. كمان من عندنا من 1 ديسمبر مساء ل 5 ديسمبر مساء، نشوف هنا الفترة دي عطارد بقى هنا بدأ يدخل في الفترة المسائية لبرج الجدي. لسه لازال مش متراجع، لسه ثابت، فالفترة دي بتفتح لك مجال الشراكات. الحق قبل تراجع عطارد 13 ديسمبر، الحق الفترة دي ادخل في شراكات. ممكن تفتح مجالات توسع نشاطاتك العملية، فترة حلوة للخطوبة، للزواج، للارتباط، فترة حلوة للقضايا، ولكن مش فترة كويسة انك تاخد قرض من بنك، او ان انت تطلب ورث ليك حقك، او ان انت تأمن على حاجة عندك. فترة مش كويسة للتأمين، فترة مش كويسة هنا للعمليات اللي ليها علاقة بالانجاب والحمل. لكن طاقة السفر برضو في الفترة المسائية ايجابية معاك، سواء كان سفر لعمل او لسياحة او ايا كان مجال السفر ايه، او ليك يعني شحنة جاية لك من الخارج فهتبقى متيسرة وسهلة. كمان فترة حلوة هنا للخروج من أفكار سلبية. قمر الأسد هنا هيخليك بقى مع شمس القوس مع مريخ القوس، هتبقى الشهر ده كده نشيط حماسي، مهما كانت الضغوط العملية اللي عندك هتبقى حاببها أو هتبقى متقبلها. كمان البعض منكم هنا ممكن يبدأ الشهر بمفاجأة عملية، ترقية، مكافأة، حاجة هنا، لأن عطارد عمل اتصال إيجابي مع أورانوس في البيت العاشر، فده معناه مفاجآت على الصعيد العملي ما كنتش تتوقعها، أو مكافأة مالية تنزل لك وغيره. المهم حاجة في العمل هترضيك، أو أنت مثلا مستني نقلة، مستني ترقية، مستني إن أنت تنقل من فرع لفرع، فده إن شاء الله بتحس إن هو حاجة ما كنتش متخيلها تحصل لك بالعمل بتحصل. كمان فترة كويسة هنا للي عنده بعض من يعني أخ أو أخت لي الأصغر منه مريض أو تعبان أو كان بيمر بمشاكل، فإن شاء الله بيطلع من المشاكل دي وفي انفراج كتير لوضعه الصحي بيتحسن. كمان هنا علاقاتك بأطفالك بقى هنا في أفضل حالاتها، لأن أنت طاقتك متفائلة وإيجابية، فده بينعكس على علاقتك بأولادك وأطفالك. عندنا فترة 5 ديسمبر صباحا ليوم 10 ديسمبر صباحا. في هذه الفترة لازالت الزهرة في الميزان بتديلك طاقة أكتر لعمليات التجميل، للشغف، للحماس، إنك تاخد بالك من شكلك، من مظهرك، من أناقتك. كمان شمس القوس لازالت بتديلك شغف، حماس أكتر للاهتمام بنفسك واهتمامك بعملك. نشوف اتصالات عطارد هنا برضو. مجالات السفر لسه مستمرة معاك في الفترة دي، سواء كان سفر للترفيه، سياحة، لعمل، بحث عن عمل، برضو لو كان سفر عشان تجارة فهتبقى إن شاء الله موفقة معاك. كمان فترة هنا كويسة للتصالح بين المتزوجين لو كان في مشاكل أو خلافات. في فترة كويسة كمان هنا إن أنت وصديق ليك ممكن تشتروا يعني شركة صغيرة، أو تفتحوا مشروع صغير مع بعض، وتشتروا هنا حاجة تفتحوا مشروع بيها، أو تبدأوا شراكة أو شغل فيه مع بعض. فترة كويسة هنا للممتلكات، إن أنت تشتري حاجة غالية بقى، سواء عربية، بيت، تأجر بيت عندك، تشتري ذهب، أيا كان بقى مجال الشراء الغالي هنا اللي أنت مخطط له. عايز تجيب بفلوسك حاجة كاستثمار، عاوز الفلوس اللي معاك تحطها في حاجة تستفيد بيها ماديا بعدين، ففترة كويسة للأفكار دي كلها. كمان فترة هنا رائعة لوضعك المالي. انت تخطيطك الفترة دي عطارد الجدي بيخليك حكيم في الصرف، عندك حرص في الصرف، فده هيخليك عندك أمان مادي بعد فترة تقلبات، أو كان الوضع المادي عندك نازل أو ما كانش في المستوى اللي انت حبه، سواء كنت تاجر أو سواء كنت رجل أعمال أو سواء كنت موظف عادي، فوضعك المادي بيبدأ هنا بقى بالتدريج للتحسن للأفضل. تمام. نشوف الفترة اللي بعد كده اللي هي من 5 ديسمبر مساء ل 10 ديسمبر مساء. نشوف الفترة دي هنا إيجابية معاك للزواج، للخطوبة، للشراكات الجديدة، للقضايا. هنا يبقى الحكم لصالحك أو في نصرة لصالحك. كمان الفترة دي حلوة للسفر، للدراسة، للتعليم، لو في امتحانات هنا لطلاب الجامعة ففي تفوق، أو الامتحان هيبقى سهل وميسر بإذن الله.
كمان الفترة دي كويسة معاك للخروج من الأفكار السلبية، من العزلة، من الاكتئاب. انت شعارك الشهر ده لا للاكتئاب لا للطاقات السلبية، مش ه... يعني اللي هيبقى كمان مصاص طاقة في حياتي أو يأذيني طاقيا أنا هسحبه من حياتي نهائيا، سواء علاقات اجتماعية، عاطفة، أيا كان. ده مبدأك اللي انت داخل بيه الشهر ده، تمام؟ كمان الفترة دي حلوة هنا للتصالح بين لو كان في مشكلة بين أطفالك أو أولادك وحد من القرايب أو أخواتك، ففي تصالح هنا وانسجام بينك وبينهم، بين العيلة والقرايب. فترة كويسة للسفر، فترة كويسة للخروج والتركيز على الذات، فترة حلوة للشهرة برضو، أو إن أنت تعمل دعاية وإعلان أو تسويق أو تبيع حاجة من عندك. نشوف هنا الفترة دي من 10 ديسمبر صباحا ليوم 15 ديسمبر صباحا. ظهرت العقرب بتخليك شوية عندك خوف من العلاقات العاطفية، يعني لو انت عزباء بتخافي شوية انك ترتبطي، بتسمعي مشاكل طلاق كتير في المحيط اللي حواليكي، فبيخلي عندك حرص اكتر في العلاقات، خوف اكتر، فده ممكن يعني مش لطيف معاكي انك تدخلي في المود ده. فيعني حذروا شوية من طاقة الخوف والقلق والشك في العلاقات. لو انت مرتبط هتحس نفسك بتخاف، بتقلق، مش مرتاح للشريكة، بتراقبها، بتتتبعها، في هنا نوع من الخوف او القلق العاطفي اللي ممكن يدخل معاك من بعد يوم 10 ديسمبر. كمان هنا الفترة دي ايجابية كمان لان عطارد هنا عمل قران مع سهم السعادة، يعني هما الاتنين في برج واحد وهو الجدي. ده بيدينا اشارة لان انت الفترة دي في هنا تصالح بين اخوات، في دعم مالي هنا ممكن يجي لك من صديق او من اخ او اخت، في دعم مالي هنا ممكن يجي لك عن طريقهم. كمان فترة كويسة للسفر الخارجي البعيد من أجل الدراسة أو من أجل بحث عن عمل خارجي. كمان الفترة دي حلوة للعمل، وضعك العملي مستقر ثابت، بالذات اللي بيشتغلوا في شركات أجنبية مش في حكومية، يعني شركات قطاع خاص أو شركات بتتعامل بالعملات الأجنبية أو مجالات البنوك، تمام؟ طيب عندنا فترة اللي هي فترة كويسة هنا برضو للشهرة، للدعاية والإعلان والتسويق والمبيعات والشراء. عندنا فترة اللي هي بقى من 10 ديسمبر مساء ل 15 ديسمبر فترة مسائية. الفترة دي كويسة معاك في السفر، برضو طاقة السفر هنا معاك رائعة من أول الشهر لحد يوم 10. وعندك هنا وضعك العملي بعد فترة تقلبات، بتتثبت في شغل انت فيه، لو انت لسه داخل شغل جديد وفي فترة تدريب فان شاء الله الشغل اللي انت فيه ده لو ده شهر التثبيت بتتثبت فيه وخلاص ده شغلك اللي انت مكمل فيه. بتدور على شغل يكون دخله المالي كويس وتتثبت فيه بقى وتكمل وتفضل قاعد فيه بقى عمرك كله او فترات طويلة، فترة كويسة لكده. او اللي بيدوروا على عمل حكومي او وظيفة حكومية، في هنا فترة يعني فترة حظ ليك حلوة استغلها. كمان الفترة دي كويسة هنا لعلاقتك باطفالك واولادك، بتتحسن. اللي كان اولاده واطفاله بعاد عنه او عنده قضية تخص الاطفال فهتكسبيها او هتكسبها، وعندك هنا رؤية أطفال بعد فترة حرمان أو بعد فترة بعد مسافات بينك وما بينهم. كمان فترة تصالح بينك وبين أخواتك وعلاقاتك بالمحيط، فترة كويسة لطلاب الثانوي والإعدادي والابتدائي في التفوق الدراسي. 15 ديسمبر صباحا ليوم 20 ديسمبر لازالت الشكوك في العلاقات والمخاوف موجودة، اللي هيزود ده عندك شوية عطارد المتراجع، هيخليك شوية تخاف من السفر، هيخليك شوية تخاف من علاقاتك بالمحيط، هتحس ان انت هنا هيجيلك ارتباك او قلق او خوف شوية من اللي حواليك، ده يعني دي حاجة خارجة عن ارادتك. تراجع وطرد هيخليك تتردد في الصفقات اللي بتمضي عليها، هيخليك تقلق، هيخليك تخاف. لكن الايجابي هنا ان طاقة السفر معاك ما فيهاش اي مشاكل، برضو رغم التراجع وطرد بيحذر من السفر لكن ما فيهاش اتصال سلبي، يعني الاتصال الايجابي هنا للسفر ولعلاقاتك بالمحيط، او ان انت تدخل شراكات مع اخ او اخت او صديق لسه باب الشراكات منفرج معاك، تمام. طيب نشوف الفترة اللي بعد كده اللي هي من 15 ديسمبر ليوم 20 ديسمبر مساء. طيب الفترة دي عطارد متراجع، ولكن ما شاء الله اتصالاته كلها ايجابية، يعني انا شايفة التراجع ده ولأول مرة يبقى تراجع ايجابي معاك في الزواج والشراكات، في السفر، في السفر البعيد من اجل العمل، او لو انت بقالك فتره لا سمح الله في سجن او نفي وفي
في دولة بعيدة عن بلدك فهترجع أو عودة لأرض الوطن تاني، والمشاكل دي بتتحل خروج من سحر وحسد وطاقات سلبية لو أنت بتساعد نفسك. كمان هنا استشفاء من أمراض مزمنة كنت بتعاني منها وتصالح بين الإخوة والأخوات. فترة كويسة جدا هنا للحمل والإنجاب اللي بيسعوا لحاجة زي دي وبقى في تأخير أو في تعطيل في الأمر ده، إن شاء الله في انفراج فيه. عندنا فترة من 20 ديسمبر ليوم 25 ديسمبر. طيب نشوف الفترة دي إيجابية وسلبية معاك في إيه. الشمس هنا عاملة قران مع عطارد، طيب في البيت الـ11 ده بيديلك إن في هنا تصليح علاقات بين الأصدقاء كانت متوترة أو كان فيها نوع من القلق أو الخوف، ففي تصالح هنا ورجوع علاقة بين أصدقاء كنت مقاطعهم أو كان في خلافات بينك وما بينهم فاضطريت إن أنت تقطع الصداقة دي، بترجع تاني أو بتوضد علاقاتك مع الأصدقاء. طاقة السفر مفتوحة معاك الفترة دي، وطاقة الشراكة مع الإخوة والأخوات، وطاقة هنا بس اللي نحذر منه هنا في تراجع عطارد البيع أو الشراء في الفترة دي اللي هي من 20 ديسمبر صباحا ل 25 ديسمبر، فترة صباحية لكن فترة حلوة للدعاية والإعلان. فترة كويسة هنا إنك تعمل إعلانات أو إن مثلا شهرة، تعرض حاجة بنفسك للآخرين، تجيب متابعين، تجيب مشاهدات. لو أنت بتبحث عن شهرة عبر الإنترنت مثلا، في هنا يعني حضور ليك ولغة إقناع بتساعدك في الظهور أو الشهرة. 20 ديسمبر مساء ل 25 ديسمبر فترة مسائية. نشوف الفترة دي الشمس هنا لازالت موجودة في برج القوس ليوم 22، بعد كده بتدخل في الجدي من 23. طيب نشوف بقى الفترة اللي هي من 20 ديسمبر لحد 25. في هنا استشفاء من أمراض مزمنة، فرص عمل جديدة للباحثين عبر الإنترنت، فرصة حلوة للزواج، للخطوبة، للقضايا أيضا، فترة حلوة للسفر، فترة حلوة للتبدل للوضع الأفضل عمليا، الانتقال العملية، وضع أفضل عمليا، فرص عملية جديدة. ممكن هنا البعض منكم يسيب شغله ويجي له شغل تاني أفضل وأحسن، تسيب شغلك اللي في بلدك وتسافر لعمل خارج بلدك أفضل وأحسن ماديا وهكذا. كمان فترة كويسة هنا للشهرة وللظهور أو إنك تقدم حاجة بنفسك للآخرين، فترة مناسبة للإنجاب. 25 ديسمبر بقى هنا الشمس من يوم 23 دخلت في الجدي لحد آخر الشهر معانا، يختم معانا بإيه؟ عطارد هنا عمل قران مع المريخ بالقوس في البيت العاشر، ده يعني بيديلك شغف وحماس للعمل ولكن بتهز ثقتك في نفسك أو بتقلق أو بتخاف. ممكن كمان بتلجأ للاستفزاز أو إن أي حاجة هنا بتنرفزك في العمل ممكن ده يضيع حقك بسبب تهورك أو استفزازك أو غضبك المفاجئ على يعني زملاء العمل، أو خلاف بينك وبين حد من الإدارة هنا ممكن ما يبقاش لصالحك، فخلي بالك هنا من طاقة التهور في القرارات أو إنك تاخد قرار وتتسرع فيه بالذات في العمل. حلو، وللمتزوجين الكلام ده يعني حذروا المتزوجين من القرارات المتهوية والمتسرعة، وحذروا بس من الاستفزازات العملية اللي تخليك تندفع تضيع حقك من خلال الاندفاع أو الاستفزاز ده. طيب شمس الجدي بتخليك منطفي بعض الشيء عن طاقة الشغف اللي كانت بادئة معاك أول الشهر، لكن بيلحقك هنا قمر الجوزاء بيخليك بيديلك طاقة تفاؤل، طاقة أمل، طاقة إيجابية. يعني شمس الجدي بتطفيك، لكن لأن الشمس في وضع زحل هنا مش بيبقى لطيف، لكن زحل اللي هو حاكم الجدي يعني عشان تبقوا فاهمين، الشمس لما تبقى في الجدي يعني في بيت زحل مش بيبقى لطيف للشمس، الشمس مش بتبقى مرتاحة، والشمس انتوا بتتأثروا بيها لأنها حاكمة لبرج الأسد، فبتحسوا ان انتوا تطفيتوا شوية. بعد ما كانت الشمس في القوس حماس نار شغف، الأمور بتنطفي، بتبقوا في الطريق طاقة ترابية، حماسكم بيقل شوية، شغفكم بيقل بعض الشيء، بيلحقكم قمر الجوزاء بقى بيديكم الحماس والنشاط والشغف ده، بيقولك اوعى تحبط، اوعى تكتئب، تفائل، كمل طريقك، بينقذك هنا من الطاقة دي. لكن حذرهم هنا، البعض منكم ممكن يسيب شغله فجأة، ممكن تاخد قرار انك تترك العمل ومفيش شغل تاني، مشكلة تحصل بينك هنا وبين الام، الامور تكبر بينك وبين ام الزوجة، ننتبه هنا من حاجة هنا زي كده. ممكن هنا البعض منكم ياخد قرار متهور بانفصال او طلاق،
مفاجئ او هيبقى قرار متسرع، فحذر الفتره دي من اخذ القرارات المتسرعه يا برج الجوزاء، لانه هيبقى لحظه غضب او اندفاع منك، فحاول الفتره دي محدش يستفز اي حد مرتبط بيه من الجوزاء رجل او ست. كمان الفتره دي كويسه هنا للشراكه بينك وبين زوجه، ممكن انت وزوجتك تدخلوا شراكه مع بعض او تفتحوا بيزنس مع بعض. كمان الفترة من 25 ديسمبر ليوم 30 لازم شمس الجدي بتحاول تطفي طاقتك شوية، لكن قمر الجوزاء في وجوده في البيت العاشر بينقذ وضعك العملي، يعني الوضع العملي اللي المتهور في الفترة الصباحية بيقل شوية في الفترة المسائية، أو اللي نقدر نقول إن قمر الجوزاء بيخفف طاقة الاستفزاز العملي أو المشاكل، يعني بيخليك تفوت، بيخليك تعدي، بيخلي الإدارة تتسامح معاك، المشاكل ما بتكبرش. فترة حلوة هنا للعمليات الجراحية رغم تراجع عطارد، في استشفاء من أمراض مزمنة، تمام، بالذات للي بيعانوا من أمراض معينة تخص العظام، عظام الكاحل أو الساق، أو حاجة ليها علاقة بالدورة الدموية والشرايين، يعني نخلي بالنا من الموضوع ده. في هنا اللي كانوا بيعانوا من متاعب في الجوانب دي او نسبة الكالسيوم عندهم قليلة، في تحسن، او ممكن لو عملت تحليل دم تحس ان النتيجة افضل او احسن، او لو عملت فحص طبي بتلاحظ انك بتتحسن. فترة مش كويسة انك ترفع قضية تطالب بحقك في الفترة دي، لكن فترة كويسة للسفر الداخلي او الخارجي، وفترة كويسة كمان وضع المالي جدا، وضعك المالي انا شايفاه ما شاء الله في مفاجآت مالية هنا، وضعك المالي بيتحسن، وضعك المالي افضل، لانه واو ما شاء الله يعني المشتري في بيتك التاني، فده بيدعم وضعك المالي بشكل كبير. وقمر الجوزاء وجوده في البيت العاشر طبعا بتوقيت القاهرة، الخريطة دي يا جماعة تمام بناء عليه عاملة تقسيمات البيوت وبحدد. القمر هنا بالجوزاء في البيت العاشر بيديلك انقاذ عملي من المشاكل، بيقف جنبك، بيحميك من اي مشاكل يعني بتحصل لك في مجال عملك. اخر يوم معانا في الشهر 30 31 هنا اخر يومين، حذر بس من الشكوك والمخاوف في العلاقات، فترة كويسة هنا للفرص العملية الجديدة، في فرص حلوة هنا لبعض منكم. إيه لو انت منتظر توصل لدرجة مدير او توصل لدرجة كبيرة في السلطة، عندك حظوظ كبيرة في المجالات دي، او لو انت مقدم على حاجة إيه ممكن تكسبها، او انت اللي يبقى ليك الاولوية في الامر ده عن غيرك. كمان الفترة دي حذر من الشهرة، مش فترة كويسة للدعاية والاعلان ولا للتسويق، ولا ان انت تشتري حاجة غالية أو باهظة الثمن، يعني تراجع عطارد هنا مش لطيف للمبيعات والتسويق. 30/31 يختم معانا الشهر، قمر الأسد بيديلك برضو طاقة الإنقاذ اللي هي شمس الجدي بتطفيك، قمر الأسد صديقك بيرجع يلحقك، قوم اتفائل، خليك نشيط، ما تقلقش، كله خير، بينقذك شوية من الأفكار السلبية اللي ممكن تأثر عليك شوية من شمس الجدي، ولكن ده بيديلك تحسن في الصحة لأن نفسيتك مرتاحة، وضعك المالي كويس، بيرجع لصحتك النفسية والجسدية. كمان فترة كويسة للسفر، وضعك العملي هنا أفضل أحسن بكتير، بس شوية يومين كده هيبقوا يعني رخمين اللي هما 25/26 نحذر منهم، بعد كده الأمور بتهدى معاك، قمر الجوزاء والأسد بينقذوك من طاقة المشاكل العملية. وكمان فترة حلوة هنا بقى آخر يومين في الشهر مساء للظهور للدعاية والإعلان وللشهرة. كده خلصنا الخارطة الفلكية بتاعتكم، ندخل بقى على القراءة العاطفية اللي هي بتناسب زهرة الجوزاء وقمر الجوزاء، اللي عندهم الزهرة بالجوزاء هنا تناسبهم أكتر. يلا نشوف رجل برج الجوزاء العازب، رجل برج الجوزاء العازب اللي مش في علاقة عاطفية وضعه ايه في شهر ديسمبر. في هنا رجل برج جوزاء عندك فرص كتير، ممكن تكون انت شخصية مشهورة او معروفة، او بتشتغل في عمل في السلطة، او بتشتغل عمل بيخلي العين عليك من البنات، مشهور، شغلك بتشتغل في منصب سياسي، صاحب سيارات، صاحب رجل اعمال معروف، ممكن تكون بتتابعني هنا من الفئات دي او من فئات العملية دي، مريت بعلاقة قبل كده مع بنت، ممكن تكون البنت دي من جنسية تانية او من بلد تانية، البنت دي بتراقبها مركز معاها، ولكن في حظر هنا وبلوكات معمولة بينك وبين البنت دي. اللي هيحصل الفترة دي ان انت هتدور على البنت دي، تحاول تجيب معلومات عنها وبتراقبها من مصادر متعددة، و
هترجع العلاقة دي تاني، بس انت هترجع العلاقة دي تاني لانك شايف البنت دي لايقة عليك، لايقة عليه، لايقة عليها، ففي هنا عرض منك للبنت دي باستقرار وزواج. يعني هترجع العلاقة دي بحاجة جدية او منطقية، لان البنت دي العلاقة دي خسرت البنت دي بسبب انك كنت متعدد علاقات وقت ما كنت معاها، او كنت مع البنت دي وما قدرتهاش فهي تركتك بسبب ان لقيتك شخص مش جد معاها، متلاعب، فانت اتعلمت درس من الخسارة دي فالعلاقة دي راجعة تاني. في هنا رجل برج جوزاء عازب، واضح ان انت بقالك فترة عندك خوف وهمي من خوف وهمي من الارتباط، من العلاقات. في هنا عندك صديقة، انسانة انت لسه متعرف عليها، بينكوا صداقة، انت بتفكر الفترة دي تجيب لها هدية او تقرب منها واحدة واحدة تتعرف عليها، لكن انت محتار ومتردد مش عارف الدخلة اللي تدخل للبنت دي بيها ايه. بس الدخلة اللي انت هتدخلها للبنت دي، لان البنت دي من العيلة، او ممكن تكون بينك وبينها عمل شغل، تمام، ممكن يكون مجالات عملك في الشفاء او في الطب، او ممكن تكون مجالات عملك في الطب النفسي، اي مجال من المجالات دي، او شغل حكومي عامة، قانون، محكمة، اي مجالات عمل من دي. فالبنت دي انت هتتعرف عليها وهتبدأ معاها بداية عاطفية جديدة. نشوف هنا رجل برج جوزاء عازب طاقة اخيرة. في هنا رجل برج جوزاء عازب، انت مطلق، خارج من طلاق من ساعة العلاقة دي، وانت حاطط حاجز هنا من الارتباط والاستقرار، لكن في بنت هتبدأ تتعرف عليها، هتحس ان البنت دي هتبدأ العلاقة معاها صداقة مش اكتر تحت المسمى ده، ولكن انت بتفكر في طليقتك برضه. يعني في بعض منكم هنا عايز يرجع الطليقة دي، البعض الاخر منه بيدي ظهره للعلاقة دي ويركز في الجديد، او يركز في الانسانة الجديدة اللي عايز تبدأ معاها صداقة وتتعرف عليها. نشوف هنا بقى، نكمل عن امرأة برج الجوزاء العزباء. امرأة برج الجوزاء العزباء اللي مش في علاقة عاطفية، وضعها ايه؟ لا تنسوا اللايك عشان تكونوا اول برج ابدأ بيه الشهر الجديد، تمام؟ طيب هنا في امرأة برج جوزاء، واضح ان انتي طلعتي من علاقة عاطفية، انفصلتي او اتطلقتي من علاقة. انا حاسه هنا ده ليه علاقه برجل الجوزاء المطلق، ممكن تكونوا امراه جوزاء ورجل جوزاء نفس الطاقه هنا متشابهه. في هنا امراه برج الجوزاء انفصلت بسبب تدخلات عائليه، الشخص ده ممكن يكون كان زميلك في العمل، انتوا الاتنين كنتوا مرتبطين ببعض جدا، في حنين وذكريات للعلاقه دي. اللي هيحصل هنا ان انتوا الاتنين في حد هنا هيتدخل من طرفك او من طرف البنت دي، وبشكل كبير من طرف البنت، هي اللي هتبقى عاوزة من طرف، عفوا، من طرفك انتي، عفوا سوري لخبطت يا جماعة. امرأة برج الجوزاء، في راجل هنا انتي اتطلقتي منه او انفصلتي عنه، الراجل ده عنده حنين وذكريات ليكي كامرأة، فالشخص ده هيدخل حد من عيلته او حد من الاصدقاء المقربين بينك وما بينه عشان يرجع العلاقة دي بينك وما بينه تاني، لانه لسه متمسك بيكي وشايفك فرصة، واحتمال يكون انتم اصلا عرفتوا بعض في شغل، او يعني تشتغلوا في مكان واحد في عمل واحد، ففي ناس هنا هتتدخل ترجع العلاقة دي تاني، تمام؟ طيب نكمل. بس على فكرة انا حاسة هو عاوز يرجعك هدف مادي، انتي مثلا بتشتغلي في نفس المجال بتاعه فشايفك فرصة برضو للفلوس، او تساعديه تقفي معاه ماديا، فشايف ان هو ندم على قرار الطلاق ده، فمن اسباب رجوعه ليك انه بيحبك وفي نفس الوقت هدف مادي. في هنا امرأة برج جوزاء عزباء، واضح انك بقى عندك طاقة ربط هنا، او انتي حاطة غمامة على عينك بسبب علاقة سامة مريتي بيها قبل كده. جايلك عرض زواج هنا تقليدي على فكرة، من واحد بتتكلمي معاه صديق مش اكتر، فجأة عاوز يقلب العلاقة معاكي لزواج، انتي هتتخضي او هتتصدمي بطلب الشخص، لكن الشخص ده فعلا مناسب ليكي وعاوز فعلا يستقر ويرتبط معاكي وهتبقي سعيدة معاه. بلاش بقى هنا تحبسي نفسك في أفكار سلبية وفي علاقة من الماضي عندك أمل إنها ترجع، الشخص ده مناسب ليكي وفعلا جد للزواج. في هنا امرأة برج جوزاء عزباء، واضح إن انتي عندك أطفال من تجربة سابقة وشايلة هم الأولاد دول، رغم إن انتي تعتبري أصلا يعني
ما في شخص في حياتك بيقابلك، بتتقابلوا بتتكلموا مع بعض، بس انتي شايلة هم اطفال، يا هو عنده اطفال يا انتي، فالمشكلة هنا تخص اطفال. لكن العلاقة دي الشخص ده حطك في دماغه، وهيجيبك هيجيبك، عاوزك للزواج، عاوزك للارتباط، شايفك بنت مناسبة للارتباط والزواج، وفعلا الشخص ده ليه يعني ليك ارتباط معاه ان شاء الله، وهو جد بالزواج. نشوف هنا بقى رجل برج الجوزاء اللي مرتبط في علاقة عاطفية، رجل برج الجوزاء اللي في علاقة عاطفية، في هنا رجل برج جوزاء، في هنا رجل برج جوزاء علاقته بالبنت اللي كانت معاه كانت متوترة، كان فيها شوية مشاكل، لكن مهما بتبعدهم انتوا علاقة قدرية لبعض. انت هتبتدي تحط خطة انك تقابل البنت دي الشهر ده، وتحط النقط على الحروف في العلاقة بان انت عاوز تقابلها، في لقاءات عاطفية هنا بينك وبين البنت دي، ممكن احتفال بأعياد ميلاد تخص حد فيكم، بتحتفل بعيد ميلادها مثلا، او في لقاء عاطفي هنا بينك وبين البنت دي، هتعترف لها بمشاعرك وهي كمان، والعلاقة هنا بعد ما كانت في فترة خلافات ومشاكل انتوا قادرين لبعض، مهما بتبعدوا بترجعوا، هي بتحبك وانت بتحبها قوي، ده اللي بيرجع العلاقة تاني رغم المشاكل اللي بتحصل. ففي رجوع واعتذار منك للبنت دي عن طريق مقابلات، لقاءات، هتوضح لها مثلا ان انا راسم طريق للزواج معاكي، بس هتوضح لها ظروفك ايه عشان تنتظرك او تصبر عليك. في هنا رجل برج جوزاء مرتبط، نشوف وضعه. في هنا رجل برج جوزاء واضح ان انت مرتبط ببنت وانت اصلا متجوز، يعني في رجل برج جوزاء هنا متجوز وانت بتحب بنت، تمام. البنت دي ممكن تكون صديقة ليك او زميلة ليك بالعمل مثلا، ف في بداية عاطفية بينك وبين البنت دي، بس انت هتتجوز البنت دي وهتعرض عليها الجواز، بس ممكن تقول لها احنا جواز سري عشان حفاظا على الأسرة والأولاد. نشوف هنا رجل برج جوزاء مرتبط. في هنا رجل برج جوزاء انت في علاقة عاطفية مهددة بالانفصال، يعني انت هنا مرتبط ببنت وعاوز تتجوزها، ولكن ظروفك المادية مخلياك مقيد، مش قادر تاخدوا خطوة تجاه البنت دي، والبنت دي بدأت تحس معاك بالقلق، وبدأت تشوفك متعدد علاقات أو مش جد. فالقرار اللي انت هتشوفه صح في العلاقة دي ان انا اخطبها واخليها بقى تنتظر او تصبر على ظروفي المادية بالتدريج، لان انت شايف ان البنت دي هتبقى في طاقة ذمون، اللي هي هتخاف، هتقلق، هتشك، هتسيبك وتمشي. فانت شايف ان حل العلاقة هنا لازم قرار جد بالزواج عشان تطمن او تبقى معايا في علاقة عارفة اخرها ايه. نشوف امرأة برج الجوزاء اللي مرتبطة. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا اول برج ابدأ بيه الشهر الجديد. طيب بالنسبة بقى رجل عفوا امرأة برج الجوزاء اللي مرتبطة في علاقة عاطفية، واضح ان هنا في امرأة برج جوزاء انت مرتبطة بشخص طالبة منه الزواج او الاستقرار، عايزة تشوفي نيته معاكي ايه الشهر ده، يا اما هتديه بلوكات وتسحبي عليه وتدي فرصة لحد تاني. فانت هتقرري الشهر ده تحطي الشريك ده في اختبار بان انت جد معايا ولا لا، وهتنعزلي عنه بصراحة بريك مؤقت كده، لانك رافضة ان العلاقة ما تبقاش في اطار رسمي، تمام. طيب الشخص ده مشكلته انه عنيد لكن بيحبك، وعارف ان انت عندك حق في التصرفات دي. طيب في هنا امرأة برج جوزاء انت مرتبطة بشخص بيحبك وبتحبيه جدا، في بينكم هنا شغف جسدي قوي، بيحبك وبتحبيه، انتوا كنتوا اصدقاء في البداية وبعدين الصداقة اتقلبت لحب ممكن، بس المشكلة هنا اللي بتخرب العلاقة بينك وبين الراجل ده ان في تابعة وقارينة، او في حد هنا بيحاول يعمل سحر او تفريق بينك وبين الراجل ده، ممكن تكون امه مش موافقة على جوازته منك، او المشكلة هنا ان في امرأة محاربة للعلاقة دي بسحر وبطاقات سلبية، يعني خلي بالكم لان ده ممكن هو اللي يقف في عقبة الطريق ده، لان الام او الاخت الكبيرة دي عاوزاه يسيبك، او في ممكن يكون الراجل ده انت مرتبطة بمتجوز فمراته دي بتربطه بسحر عشان تاخده منك عشان ما تاخدهوش منها. في هنا برضو كلام يخص البعض هنا كده. في هنا رجل برج امرأة برج جوزاء انت مرتبطة بشخص، الشخص ده للأسف بتاع بنات،
انتي عندك طاقة غضب واستفزاز منه، هتقولي له يا تتجوزني وتبطل تعددية علاقات، يا اما انا همشي واخد بعضي كده واسيب لك العلاقة وامشي. لما انتي تهدديه بالطريقة دي او تتعاملي معاه كده، هو الشخص ده هيلحقك او فعلا هيبقى عاوزك او هيثبت جديته معاكي في العلاقة. نشوف هنا رجل برج جوزاء مطلق او منفصل. رجل برج الجوزاء مطلق او منفصل، لا تنسوا اللايك عشان تكونوا اول برج نبدأ بيه الشهر الجديد. نشوف رجل برج الجوزاء المطلق او المنفصل. حول الله. طيب في هنا دي اول طاقة صعبة صعبة صعبة، في هنا رجل برج جوزاء انت طلقت او انفصلت من علاقة كانت داخلة على جواز، او العلاقة دي انتوا كنتوا متجوزين وباظت، بس انا شايفة ان العلاقة دي خلاص كان فيها كلام على ارتباط. في هنا طاقة سحر جديدة وربط عليك وعلى البنت اللي انت مرتبط بيها، يعني البنت اللي انت معاها دي سبتها عشان هي عليها تعطيل، الى جانب ان انت ايضا عليك سحر. انتوا الاتنين محتاجين شفاء، عفوا، انتوا الاتنين اللي محتاجين طاقة شفاء عشان العلاقة دي ترجع تاني، وهترجع بس خلال 2 أو 4 شهور بصراحة، لان انتوا محتاجين تتشافوا من الطاقة السلبية دي. في هنا علاقة تانية هنا لرجل برج جوزاء مطلق، واضح ان انت الانفصال هنا حصل من زوجة بسبب عند كبرياء، عدم اعتراف بالخطأ من طرفك ومن طرفها، هي عنيدة، هي بطاقة الامبراطورة وانت الامبراطور، يعني انتوا الاتنين عناديين، كل واحد متمسك بمبدأه وكل واحد شايف ان هو صح. العلاقة دي محتاجة اعادة نظر للامر وتنازل منك ومنها عشان ترجع، وده اللي هيحصل، حد فيكم هنا هيتنازل عشان العلاقة ترجع تاني. تمام. طيب نشوف بعد كده، في هنا رجل برج جوزاء مطلق او منفصل، واضح ان العلاقة هنا انتوا الاتنين توأم روح لبعض، انت بتحبها وهي بتحبك، العلاقة هنا هتتوازن وهترجع تاني، لان واضح ان انتوا مرتبطين عاطفيا، والعلاقة هنا رايحة للاستقرار وارتباط او رجوع تاني، لان الشخص ده يعني انت بتغير عليها وبتحبها، فهتصمم ان انت ترجع العلاقة دي وتاخد العلاقة لزواج وارتباط، لان انتوا توأم روح لبعض. نشوف امرأة برج الجوزاء المطلقة بقى او المنفصلة. امرأة برج الجوزاء بقى المطلقة او المنفصلة، في هنا امرأة برج جوزاء، واضح ان انت من بعد انفصالك بطاقة سلبية، سحر على تابع، على قرين عليكي، ده اللي خلاكي يعني قاعدة في وحدة من بعد جوازك ده وانفصلتي، انت مهملة وحيدة. لكن في عرض جواز جاي لك هنا تقليدي من شخص جاي من سفر او جاي من رحلة بعيدة او من بلد غير بلدك، او ممكن الشخص ده انت هتجيبين نفسك عبر الانترنت. الشخص ده نيته جد وارتباط واستقرار معاكي، بس لو سمحتي لازم تشتغلي على انك تشيلي الطاقات السلبية المجمعة بداخلك دي، اللي بتخليكي كل ما تدخلي علاقة يا تسيبيها عاطفيا او يا اما تتطلقي لو انت متجوزة. فلو سمحتي شيلي الطاقة دي عشان الشخص الجديد اللي جاي لك ده تستقبليه بطاقة أنظف أو طاقة أحسن، محتاجة تنظيف طاقة طبعا بالقرآن. نشوف هنا امرأة برج جوزاء، واضح إن أنتي مطلقة كاتبة كتاب أو مطلقة أصلا من زواج كنتي داخلة عليه، الطليق ده هيحاول يرجعك تاني وبيدور عليكي وعاوزك، وحاول يشوف كذا ست من بعدك ملقاش، بيغير عليكي جدا وبيراقبك وبيتتبعك على كل مواقع التواصل، ممكن تكوني أنتي مشهورة أو معروفة أو بتقدمي حاجة للناس بشهرة، فبيغير من نجاحك وشهرتك، فالشخص ده عايز يرجع لك تاني لأنه ارتبط بغيرك. على فكرة ممكن يكون راح خطب أو راح دخل علاقة رسمية مع حد غيرك وهيرجع لك تاني لأنه عرف وندم على أنه سابك. في هنا امرأة برج جوزاء مطلقة بأطفال، عندك هنا أطفال وأولاد، ولكن ارتبطتي بشخص يعني غير ناضج، استغلك ماديا وجسديا ونفسيا كل حاجة، فالشخص ده انت خدتي منه موقف وسحبتي عليه. الشخص ده كمان ممكن يكون كان عامل لك سحر عشان يستفيد منك ماديا ومعنويا وجسديا، وشخص نصاب ممكن يكون كمان كذب عليكي في اسمه وشكله ومواصفاته،
فالشخص ده للأسف خلي بالك منه، لأنه راجع لك تاني بنية الزواج وإنه عاوز يتجوزك. تمام، هي دي نيته، بس الشخص ده مش طاقته، يعني طاقته وحشة جدا، وحتى لو هيتجوزك فهيتجوزك بنية الاستغلال ويسيبك تاني. ده شخص للأسف، اتأكدي من معلومات عنه، لأنه واضح إن هو بيستغل إن أنت بتحبيه، فخلي بالك من طاقة الشخص ده. نشوف بقى المتزوجين من مواليد برج الجوزاء، وبعد كده نشوف نصيحة الشهر ليكم إيه. مواليد برج الجوزاء هنا المتزوجين، في هنا متزوجين العلاقة بينكم في حب وارتباط وانسجام، ولكن في طاقة حسد وغيرة هي اللي مفرقة العلاقة دي بين الزوجين، غيرة شديدة من الزوجة، غيرة شديدة من الزوج. العلاقة هنا لا سمح الله رايحة لطلاق وانفصال، محتاجة توازن، محتاجة نقلل غيرة، محتاجة نبطل شك، محتاجة ان احنا نقعد نراقب الشريك وندور وراه، لان انتوا بتحبوا بعض لكن العلاقة هنا مش متوازنة. ممكن كمان سبب الخناق هنا ان حد بيدي والتاني بيستقبل، ففي هنا طاقة غيرة شك. العلاقة دي لا سمح الله ممكن توصل لطلاق لو ما توازنتش. في هنا متزوجين برج جوزاء في حالة اهمال، يعني الزوج هنا هامل الزوجة، في وحدة بسبب العمل، بسبب المسؤوليات العملية. ممكن الشخص ده بيشتغل ضابط أو بيشتغل في مجالات سلطة، فبيهملك كتير وبيسيبك أوقات كتير لوحدك، ده بيخليكي تزهقي أو تملي من العلاقة. في البعض منكم هنا هتلجأ لطلب الانفصال من الشخص ده عشان مش عاوزة تخونه، أو مش عاوزة إنها تبقى وحيدة ومهملة كده. وفي اللي هتنصح الشريك ده بإنه يهتم بيها، وده اللي هيشفي العلاقة أو يرجعها تاني أفضل وأحسن بينكم. في هنا متزوجين مشكلتكم الأطفال، يعني أنتم متجوزين ومبسوطين وسعدة مع بعض، لكن في مشكلة طفل هنا، أو في عدم خلفة، أو في مشكلة حمل هنا. الشريك عايز طفل، أو ما بتخلفوش بقالكوا فترة وجربتوا كذا عمليات أو كذا حاجة مفيش فايدة، لكن إن شاء الله أنتم متمسكين ببعض والعناية الإلهية هنا معاكم، وفي بشرى بان ان شاء الله في انجاب او اطفال، لان العلاقه دي رايحه للطلاق، او في تدخلات من اهل هنا بان ما فيش خلفه يبقى الانفصال احسن، وده مأثر على نفسيتك ونفسيه الزوج كتير. طيب نشوف هنا بقى نصيحه الشهر ايه، وننهي كده القراءه. نصيحه الشهر لمواليد برج الجوزاء، النصيحه اللي نقدمها ليكم الشهر ده، في نصيحه هنا بتقول خد اتجاه تاني، الطريق اللي انت ماشي فيه والاتجاه ده مش صح، وخلي بالك من الإشارات. أنت مستعد للتغيير، أنت محتاج تعيد نظر في نفسك وفي قراراتك لبعض الأمور. خلال عام من الآن أمورك هتتبدل وتتغير. البعض منكم هنا روحاني بشدة، استمع للملاك الحارس أو للإشارات اللي بتجيلك في الأحلام والمنام، بترشدك لحاجات كتير. أنت محتاج تتواصل بوضوح مع نفسك، تعرف أنت عايز إيه، اتكلم مع نفسك واعرف أهدافك، أنت عايز إيه من الحياة، عاوز ايه، حط اهدافك، حط خطة لبداية العام الجديد عشان تدخل على تغيرات كتيرة ايجابية داخلة لك السنة الجديدة. البعض منكم هنا في امر محتاج منكم خلال الاسابيع اللي جاية تفاهم او مساومة عشان الامر يتحل، انت دلوقتي في الوقت المناسب للمساومة وللتفاهم. في حد منكم هنا محتاج يعرف معلومات كافية عن شخص في حياته عشان العلاقة دي تنجح، محتاجة تعرفي معلومات كفاية، محتاجة تعرفي نية الشخص ده معاكي ايه عشان تقدري تنجحي في العلاقة معاه. في هنا البعض منكم محتاج يلجأ لطبيب نفسي او معالج او لايف كوتش تنمية بشرية عشان يدعمه ويديله سبورت في حياته. إيه سبب نجاحك هذا الشهر؟ ثقتك بنفسك وتفكيرك الايجابي واستماعك للحدس او الحاسة السادسة اللي عندك اللي بتخدمك في حاجات كتير في حياتك. في هنا رسالة أخيرة، if you believe، يعني لو أنت بتحب نفسك كفاية هيحبك الناس. لو أنت بتكره نفسك أو أنت بتكرهي نفسك ومش حباها كفاية، الناس هتحبك إزاي؟ دي كده نصيحة الشهر. نشوف هل في أي إضافات أخرى قبل ما نختم القراءة. نشوف بدل في لسه دقيقتين نحاول نشوف نصيحة فيهم. في حد منكم هنا منتظر خبر، الخبر ده هيجي وهيتم إن شاء الله. نشوف برضو رسالات تحذير لبرج الجوزاء في شهر ديسمبر. نحاذر هنا من حد بتدخله بيتك بياكل ويشرب معاك، ممكن يكون من مواليد شهر ابريل او مولود يوم 14، من اي شهر. الشخص ده كاذب مكار، بيطعنك في الغالب، بيطعنك، بيتكلم في سيرتك، بيتكلم عنك في ظهرك كلام مش لطيف. البعض منكم هنا في رحلة سفر بعد مرحلة عزلة وانفصال،
نيتك البيضة وقلبك الأبيض أو نيتك الطيبة هتساعدك على الوصول لشهرة أو لهدف بقالك فترة بتعاني في إنك توصلي له. في صديقة بتحبك داعمة ليكي أو صديق بيحبك هيبقى ليه دور في بدايات كتير في حياتك. البعض منكم بيعاني من خسارات مادية بسبب صرف على صحة أو تعب في إنه بيعالج نفسه صحيا، في استشفاء وخروج من طاقة تعب صحي بيمر بيه. طيب البعض هنا بيعاني من خسارات مادية على صحة أو كان بيصرف كتير عشان يتعافى أو يتشافى، ففي هنا استشفاء صحي ليك. في هنا بعد فترة غيوم أو عقبات كنت بتمر بيها بسبب تعابين أو ناس بتغير منك في حياتك وطعنتك كتير، عندك انتقال الوضع أو بعد رحلة طويلة وتعب في حياتك انفراج. وفي هنا البعض منكم مشكلته هتتحل عن طريق سفر أو رحلة. تمام، في البعض منكم رسالة هنا حلوة ليه إن الصبر على نجاح أنت بقالك فترة منتظره هيتحقق بعد 34 يوم. تمام، تمنياتي لكم بالتوفيق، شهر سعيد لكم يا برج الجوزاء، مع السلامة. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا أول برج أبدأ بيه الشهر الجديد. مع السلامة.